معي من القامشلي عبر سكايب العميد حسام العواك، عضو الهيئة السياسية لمجلس قوات سوريا الديمقراطية. مساء الخير، أهلا بك معنا سيادة العميد. إذا نتحدث عن أحدث مكسب تحققونه هو السيطرة على سد نهر الفرات. هل من معلومات إضافية غير التي تحدثنا عنها أمس هنا في برنامجنا كان كخبر عاجل هذا؟ أي تطورات إضافية فيما يتعلق بهذا الموضوع، فيما يتعلق بأهميته في معركتكم هذا؟ طبعا نحن نتقدم من 3 محاور بالنسبة لمدينة الرقة، والآن بعد عملية الالتفاف التي قمنا بها أصبحنا أيضا يعني نتجه باتجاه محور رابع وهو من جانب الجنوب الشرقي، ونتقدم باتجاه المدينة، وقمنا بتمشيط المناطق المحيطة بسد الطبقة بعد سيطرتنا على قرى المنصورة، وننتقل إلى مراحل جديدة. الآن المشاهدين يعني لازم نتقدم من عدة محاور، فأحيانا نكون بعيدين 22 كيلومتر بمحور، بينما بالمحور الثاني لا نبعد سوى 2 كيلومتر، أو بالمحور الآخر 4 كيلومتر وهكذا. يعني الآن مدينة الرقة شبه محاصرة تماما، ونتقدم ونقوم بعمليات طبعا تكتيكية بشكل مستمر ويعني ما المرحلة المقبلة بالهدف الرئيسي؟ يعني كيف تخططون؟ وموضوع هذا السد، قلنا على نهر الفرات سد البعث، غيرتم اسمه إلى أي درجة؟ من جديد أسألك، مهم لكم غيرتم اسمه مفروض لسد الحرية؟ صحيح، يعني الآن سد الحرية طبعا الرفاق المقاتلات والمقاتلين يقومون بتمشيط السد، حيث يعني دائما نعاني من مشكلة الألغام بالنسبة لداعش. داعش تزرع الألغام بشكل كبير خاصة في المناطق التي تخسرها، فعمل التقدم أحيانا بيكون بطيء في عدد من المناطق بسبب الألغام فقط، أما العمليات مستمرة والقتال مستمر، ونتجه باتجاه مدينة الرقة وسوف تكون محررة قريبا إن شاء الله. كيف تتقسم المهام فيما يتعلق بالعملية الكبرى التي من المفترض أن تنطلق خلال أيام، العملية هذه لاستعادة الرقة؟ يعني بالنسبة لغرفة، هي القرار الآن لغرفة العمليات هو بالتنسيق مع قيادة قوات سوريا الديمقراطية وأصدقائنا في التحالف، وننتظر أيضا دخول السلاح النوعي لقواتنا ووصوله، ومن ثم ننطلق إلى عملية التحرير الكبرى أو العملية الكبرى لتحرير الرقة. طيب أنا أشكرك جزيلا على مشاركتك معنا من القامشلي، سيادة العميد حسام العواك عضو الهيئة السياسية لمجلس قوات سوريا الديمقراطية، كنت معنا عبر سكايب. شكرا جزيلا لك سيادة العميد.